مرحبا عمي. نعم. هون فرنت حاج مرغوب. اي نعم، امر. في شاب بيشتغل عندكم اسمه عبدوش الداشن. مين عم يسأل عني؟ مين حضرتك بلا زغرة؟ أنا مفيد ابن إبراهيم المغضوب. يا هلا بالوحش، فوت فوت فوت. على إذنك. تفضل. يا هلا بالوحش هلا. وين اختفيت كل المدة؟ كنت مسافر برات البلد. سمعت هيك شيء، بس علمي كان سفرك 5 أشهر بس. مظبوط، بس كل ما كنت انوي ارجع تطلع لي شغلة جديدة تأخرني، مشان هيك ضليت بدال 5 أشهر 5 سنين. وناوي ترجع لهديك البلاد؟ مؤقتا لا، مليت. فوت 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 وقعد على الكياس فوت. مرحبا عمي. فيك تقول لي بصراحة ليش قطعت دنب الجحش؟ لحتى اتسلى. وتسليت؟ لا والله، يلعن الشيطان وساعته. ايمتى رجعت من السفر؟ اليوم الصبح. وشو عم تشتغل؟ يعني عم دور على شغل. يغز العين، خرجك تجر تنبر والله. انا مستعد جر تنبر لحتى اكل لقمتي. شو؟ الواحد جوعان؟ وينك يا ولد؟ خف رجلك لعند رجل حمصاني، قال له يعطيك صحن مسبحة دبل. حاضر. ايه ما قلت لي، ليش كنت عم تدور عليه؟ رحت لبيت خالي ابراهيم الشنكال، قالوا لي انه اعطاك عمره. شو هالحكي؟ الشنكال مات؟ علمي كان محبوس. مهم داقت الدنيا بوشي. قلت لحالي وين بدي اروح؟ فجأة تذكرت انه خالي الله يرحمه حكى لي انك تشتغل بفرن، وضليت اسال عنك لحتى لقيتك. الله يرحمه. وليش سالت عني؟ تصورت انك ممكن تساعدني. وليش انا يعني بالذات؟ لانه انت طلعت من الضيعه قبلي وبتعرف معنى الغربه. بس قل لي عبدوش، مين اللي خبرك بقصه قطع الدنب؟ عبود، عبود ما غيره، شفته بعد ما قطع الدنب جحشه باسبوع، والغريب انه شفته الجمعه الماضيه ولساته عم يحكي بنفس القصه. سواك مشهور خلال 5 سنين، ما عم يخلي مطرح الا وعم يحكي بالقصة، مفيد الوحش يلي قطع دنب الجحش. تفضل. يسلموا. كوز جعلوا الف صحة وأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كوز ريتوا الف صحة وأنا. لك شو بده يشبع هالدر فيه؟ ابي شرفي بياكل طس طبيخ خالد ولا بيشبع. انت يا حجي بتظن انه كل الناس من وزنك بتاكل وما بتشبع. لك عبدوش لسه بده يجي يوم حطك بهالفرن هاد مثل الخروف المكتف لحتى تستوي وتعرف ان الله حق. على راسي معلم، بس انت بتعرف انه لحمي مر وما بيتاكل، وراسي ما هو بطيخه. شفت بعينك كم مره رديت الزعران عنك وعن فرنك ولحالي بقوه زندي. لك مزبوط، أشهد بالله إنك من هالناحية وحش. لا بترجاك، هذا هو الوحش، اسمه مفيد المغضوب، بس بينادوه بالضيعة مفيد الوحش. بقى أنت وحش عن صحيح. لك أصحك ياكلنا لك عبدوس. لا مفيد على كفالتي، ما راح ياكل لأولاد الحرام اللي ممكن يتطاولوا عليك وعلى الفرن. شو قصدك بهالحكي؟ قصدي تشغله مطرح العجان اللي ترك. وإذا ما شغلته؟ ايه بتكون ما بتعرف مصلحتك. هالشاب ليه هي وقع من السما ونحن سلقيناه. يا حجي. ايه ايوه اهلين وسهلين. شو شايفك لحالك؟ وين عبد الحمال؟ حماته ماتت عبال عند حماتك. لا حول ولا قوة الا بالله، مين بده يساعدك الا بتنزيل الطحين؟ يا عبدوش يا عبدوش. عيون عبدوش، تعال ساعدنا بتنزيل الطحينات. قال عبده ماتت حماته. لا حول ولا قوة الا بالله، انا بنزل الطحين كمان. انت برافو عليك، فرجينا شطارتك لشو. دير بالك ما بسوالة. سكر تمك يا ابن امك. انا ابن ابي فهمان ولا لا؟ اصبح سكر تمك. واذا ما سكرت راح تترحم عليك امك. لا لا اعوذ بالله. سكرت امك وحط لسانك بيت امك، انت عم تشتغل عند ناس محترمين ولا؟ اطلع اطلع لفوق انت اطلع. هات عبدوش هات.
توكلوا بالله. بسم الله. يا الله. على مهلك على مهلك على مهلك. إيه؟ حط واحد تاني. يلا قرب لقدام. حط. هات لقدام. الله. الله. لا اله الا الله. يا حبيبي يا حبيبي. شوف وين الوحش؟ ما قلت لك بده يرجع؟ افتكرتك هربت. اللي مثلي ما بيهرب. بظن انك شايف حالك زياده انت. وليش لحتى ما اشوف حالي؟ لانه التواضع حلو يا ابني. شو بدي ساوي اذا الله ما من علي بهالخصله الحميده؟ لتكون مفتكر انه تنزيل كم كيس طحين على طنبور بطوله. انا مو بس بنزل الطنبور وبعجل لك اياه كمان. ها ليش بتعرف تعجين؟ نتعلم. خلاص اترك لي يا حجي، انا بعلمه، ما حدا راح يروض الوحش غيري. طيب بركي تحركش فيك شي اسعار؟ ساعتها بيجي دوركم. المعتدي بياخذ جزاء، انا نص البلد بتحسب حسابي. وعساكر الفرنساوي؟ لا، هدول اتركوهم على جنب، انا بتفاهم معهم. حتى اذا خطفوا الخبز وهربوا لا حدا يحاكيهم، في حكومة بتفصل بيناتنا. مرحبا حكومة. بس الحكومة هي الحكومة يا ابني، ما بدي مشاكل مع الحكومة منوب، مفهوم؟ بأمرك حاج، نحن مو أصحاب مشاكل. حاج ناولنا أشياء على حساب لنحتفل بالوحش. ايه سيك بحبحر. ها بدك تضل طماع انت خود. الله يعطيكم العافية يا شباب، ما بدي تأخير بكرة. الله معك حاج. خذ مساك البيس القميص لبين ما نشتري لك قميص جديد. سلامات عمي ابو زيد. اهلا بالشباب. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. علي شباب كيفك ابو علي؟ الحمد لله. نزل لي كيلو شقف وكيلو كباب وحمص ومتبل وتبوله وكبينيه واللي منه. على راسي. اهلا ابو علي. اهلا. لك شو هالطلبات اللي طلبتها؟ بلكي المصاري ما بكفوا. ولا يهمك، اصرف ما في الجيب ياتي ما في الغيب. واذا اللي بالجيب ما بكفوا؟ لا اطمن، بكفوا بيزيدوا. واذا ما بكفوا بندفع بكره. واذا بدنا ما بندفع ولا نقله. واذا بدنا بنقلب الطاولات على صاحب المطعم وقراصينه وزباينه. وينك مفيد؟ انا سكيني على جنبي ودراعي ما بيلتوي، واللي بدي اياه بده يصير. واول شغله لازم تتعلمها بالمدينه انه تاخذ حقك بالقوه. وباطلك. وباطلك بالقوه كمان. واياك تطخي لابن مره، لانه متى ما طخيت مره حتى اجير البقال بيركب على كتافك. هون اذا ما كشرت عنابك ما حدا بيستهابك. هون لازم تكون وحش يا وحش، لانه اذا ما كنت ذئبان تاكلك الذئاب. صحيح، وين اختفيت بعد ما نزلت سياره الطحين؟ رحت تسبحت. بتصدق لك عبدوش، لما عم بسبح عم حس اني عم باطح البحر، عم بتحداه. تتحداه؟ البحر سلطان، عتاولت رجال بصيروا بحضرته نسوان. تتحداه؟ لحمة على النار. لك المعلم الحساب واسي. عراسي المعلم. عراسي. مين دفع الحساب؟ الحساب على المحل. شلون يعني الحساب على المحل؟ جاوبني، شلون يعني الحساب على المحل؟ لك معقول انت غشيم بهالدرجة؟ لما كنت لحالي كانوا يعملوا لي ألف حساب، كيف ولا انت معي؟ قول 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 لحتى يقب باطك. قول. لك شبك مثل اعمى القلب المفتح العينين. شو في؟ مالك شايف البنت عم تاكلك بعيونها؟ اتاري لك مالك هين. لكن النهر الهادي بياخذ كرادي. عم تضارب علي يا مفيد. شو في يا مفيد؟
هاي منطقة شغلنا. هالساحة وداخل فيها الفرن والقهوة وكل هالدكاكين. ولحتى نثبت موجودية لازم ندافع عنهم بشدة. لحتى نفرض حالنا على اللي بيريد واللي ما بيريد. من بكرة رح اشتري لك موس كباس. لشو الموس؟ مشان تقشر خيار. لا عن جد، ليش الموس؟ ليكون بدك مسدس يا وحش. أنا لا بدي موس ولا بدي مسدس. يعني بدك تقاتل بلا سلاح؟ لك شو نحن بدنا نشتغل بالفرن؟ ولا بدنا نقاتل ونحامي عن الساحة؟ الاثنين سوا. بعد بكير على العجين، مشي نروح نشرب لنا كاسة شاي. شو؟ شو بك تعكرت؟ بصراحة أنا مليت من المشاكل. شو يعني؟ يعني أنا بكفيني الشغل بالفرن وبس. إيه ما حزرت. يا هون وهون يا بلا. لحساب مين بدي اشتغل؟ لحسابي أنا. مروا شباب. أتنا رجلتين واثنين شاي كبار. إكرام. وأنت لحساب مين بتشتغل؟ بعدين بتعرف. بس يا عبدوش أنا ما قصدتك مشان هالشي. مشان شو قصدتني لك ها؟ أنا قصدتك مشان تدبر لي شغل شريف ارتزق منه. مو مشان تساويني بلطجي. بتعرف إنك بهيمة وبتفرق عن الدابة؟ تعرف لو طالع هالكلام من غيرك كنت ما بخلي فيه نفس طالع؟ يا الحالة بتكون جحش ولازمك شي وحش اقطع ذنبك. انت ليش ناوي تنزع صاحبتنا؟ شو تفضلت؟ قلت لك ليش رايد تنزع الصحبة بيناتنا؟ لأنك حضرتك مو عارفان راسك من رجليك. حضرتك طالع من الحبس جوعان عريان وطفران، لاحيت ولا بيت، وجاي نافش ريشك وعم تحاكيني بشروط كأنك الجنرال غورو. أنا لا عم حاكيك بشروط ولا شيء. أنا كل اللي بدي إياه شغلة شريف يعيش منها، لأني مليت من الحبوس. عرفتها. ومين اللي قال لك إنه الشغلة اللي عم بعرضها عليك ما هي شغلة شريفة؟ يا سيد شريف، حماية الساحة شغلة شريفة، مو بس شريفة وفيها بطولة كمان. وين هالبطولة؟ مالي شايفة. بعدك بغو. ليك يا مفيد، انت بتعرف انه ببانياس في سكن للجيش الفرنساوي او جيش الشرق مثل ما بسموه، وهذا الجيش كله المامي، المتطوعين فيه كل واحد من بلد، والعسكر دول عم يعتدوا على اولاد بلدنا. هاد ما بيدفع حق الخبز، وهاد بتصلبط على البقال، وهاد على اللحام. لك لا، والانكى من هيك انه بتحركشوا بالنسوان. لك تصور انه مره تحركشوا بصاحبتي. واحيانا بيسكروا بالمطعم، ولما بتطالبهم ليدفعوا الحساب بيروحوا بيكسروا كل شيء. بقى لي يا سيد شريف، هالتصرفات شريفه؟ طبعا ما هي تصرفات شريفه. لو كان خالك ابراهيم الشنقل هون كان فهمك شو معنى هالحكي. كان فهمك انه تقاوم، لانه المقاومة ما هي حكي ولعي وزت مناشير بس. لكان بشو؟ بالصلبطة والقتال؟ اي نعم، بالقتال وبالقواص. شو ما سمعت بثورة؟ ما سمعت بثورة الشيخ صالح العلي؟ طبعا سمعت. طيب الشيخ صالح قاوم فرنسا بالحكي ولا برصاص؟ برصاص. ايه ها؟ لكان نحن ما راح نقوص حدا. القصة ما فيها انه بدنا نقدم هدول الكلاب حتى يعرفوا انه الامور ما سايقة. حتى لو كانوا هدول الكلاب ضباط فرنسيين ولو بيكون أحسن وأحسنين. بس هي الشغلة بتنفذ على الحبس. وشو فيها؟ حبس للرجال يا موفي. قلت لك وبرجع بقول لك، أنا الحبس كرهته. كرهته وساخته وقرفه، وعهدت نفسي إني ما عاد أرجع عليه. المرة الماضية انحكمت 5 أشهر لأني خلعت كتف واحد. بس الحكم فرخ جوا أيام وشهور وسنين. لأنه كتار فكروني دابة وحبوا يركبوا على كتافي، بس بعشت لك بطونهم واحد واحد. مشان هيك أنا مالي حابب أرجع على الحبس عبدوش. حاسس هالمرة إذا فتت على الحبس ما عاد أطلع، حتى يمكن روح فيها أعدام. شو يعني أنت خايف؟ قلت لك أنا ما بخاف غير من اللي خلقني. أنا ما بدي مشاكل، أنا بدي تشوف لي شغلة شريفة آكل منها لقمة نظيفة. ولا على بالك، أنا هولت القصة حتى جس نبضك بس يا مفيد. إيه
شو لقيت؟ شغلتنا شريفة نظيفة، كم بوكس والسلام. وبعتقد انه لما بيشوفونا مع بعضنا رح يعملوا لنا ألف حساب. العمى لما كنت لحالي كانوا يعملوا لي ألف حساب، كيف هلا مع بعض؟ يلا نمشي، صار وقت العجين. شو؟ شايف بوشك في حكي؟ ايه، لما قلت لك اني عم جس نبضك سألتني شو لقيت. مظبوط، وانت ملصت من السؤال. بعده بهمك تعرف الجواب؟ بهمني. ليك مفيد، انت من ناحية الجدة والعافية ما شاء الله وحش، بس بعدك فريخ من نواحي كتير. من اليوم وطالع لازم تكبر، لازم تصير رجال كامل مكمل، وانا بظن الله رح يساويك رجال. ومنكم نستفيد، انا رجال من يوم يومي. واذا بدك تعرف مين مفيد الوحش روح اسال عني بالسجن. ايه، الايام جاي والمي بتكذب الغطاس. انتظر دقيقة رح ورجيك متحفي الحربي. لما نموت رح تصير روسنا هيك. يا سلام على الاكتشاف، بعد من خلقتي شوفتها بتكشش البدن. بكرة بتتعود عليها، بتعرف اني بحبها. بتحب جمجمة؟ ايه، الجمجمة يا بني ادم كانت بيوم من الايام انسان مثلي مثلك. شو اللي عم يضحكك؟ عم بضحك لانه البني ادمين اللي عايشين ما بتحبون. رح تقنعني انك بتحب جمجمه؟ ومين قال لك اني ما بحب الناس؟ تصرفاتك، انت ما بتفكر الا بالخناق والخبيط. لا يا مفيد، انا ما بكره حدا، ما بدي شي من الناس الا يتركوني اعيش. بس الباين انه لحتى اعيش لازم اعود حالي على شوفة الموت. معناتها انت بتفكر بالموت كثير. شو قصدك؟ قصدي واضح. لا، القصة ابسط من اللي ببالك. مدري ليش يا مفيد بحس بيني وبين حالي اني مالي مطول كثير بهالدنيا. ولا بدك يا مفيد، ولا تقول حلف ترخيص، انا ما بخاف من الموت، انا بخاف من عتمة القبر. شو هاد؟ سرعة الشمس لسه ما خبستوا يا رغيف. معلش عجي، الولد المرس ما اجا، ولبين ما علمك مفيد كيف بده يفتح العجين ضاع الوقت. وليش ما اجا المرس بقى؟ الغايب عذره معه حاج. لك شو هالفوضى هاي؟ العالم بدها تاخذ خبزها وتاكل وتروح على اشغالها. لعيونك عجي، نحن بالوقفة. خيرات عبدو، اهلين. شو ما في خبز؟ والله لسه ما طلع الخبز. ليش لهلا؟ عم تضحك يا ضلالي؟ انا بعرضك يا عبدوش اخو الحفياني، اخذ نص الذبيحه ولا دفع لي ولا برا. شو حجي؟ روح معه. روح لعيونك يا ابو العز، دير بالك على النارات لما ينوصوا حط لهم شوي تمز. يا الله، ما في لرجان ما في لحمه. فهمت؟ كلب. <تصفيق>
ايه شو صار معه؟ ما في شيء، واحد فرنساوي جاي يتسلط على ابو عز اللحام. ايه شو عملت له؟ دوزنته على 24. شلون يعني؟ خلصتوا اللحمه. طيب وبلكي ليش عند ابو العز مره ثانيه؟ إيه وقتها بيكون ذنبه على جنبه. انا وعدته لابو العز انه اذا رجع لعنده بدي اعمل له يا نص شقف ونص كباب. التهي بشغلك انت وياه، بكفي طحنك. مقبوله منك حجي، بس انت بتعرف انه طق رقاب اهون علي من طق الحناك. الله يرضى عليك يا عبدوش، خفف لي هالحركات وقت الشغل، هون باب رزق. ليش انا عم سد باب رزقك؟ هالتمز هاد عم ينكب على حساب مين؟ على حساب معلم المعلمين. شو بنا معلم؟ الجماعه جيرانك ما بتريد ينضموا، والرسول وصل سابع شهر. شو بنا؟ لك بدي افهم شو صاير الايام؟ عم تنطق حكم مدرار. شو بنا معلم؟ ما المثل بيقول خذوا الحكمه من افواه العباديش. صباح الخيرات والليرات، كيفك عمو اليوم؟ الحمد لله. شو بده يتغدى اليوم معلمك سالم بيك؟ طول ثانية حجي؟ رح ناوله اياها قدامك. زيك انت زيك. امرك معلم؟ يا ميت اهلين وسهلين بهالوش الحلو. مرحبا ابو جميل. اهلا عدوش. مرحبا عمي. اهلين سالين، كيف معلمك؟ الحمد لله بخير. حج مبروك زينة المعلمين بهالبلد كلها. على راسي. مين حضرته بلا زغراء؟ هذا رفيقي بالفرن مفيد الوحش، جايب لك اياه لتهنزه وتظبطه وتعمل لي اياه بني ادم. على عيني. ليك عمي ابو جميل، هلا رح ندفع لك قسم، والقسم الثاني لما بناخذ الاسبوعيه الجايه. ما دام معلمك ضمنك على عيني. بدك جاهز ولا تفصيل؟ لا جاهز، اليوم عندنا مشوار مهم. قسم الله حولك وحواليك، اللي بيشوفك بفكرك قائم مقام. تعرف شو جاي على بالي؟ شوف واحد من ضيعتنا. جاي على بالك تشوف ولا تنشاف؟ وشو الفرق؟ الفرق كبير، على كل حال الشغلتين ما في اهون منه. شلون يعني؟ هلا منروح على الكراج، هنيك بتلاقي اولاد الضيعه اكثر من الهم على القلب. اي والله صحيح. اذا بدك نروح مشي. شيك معلم. شو رايك؟ خير يا ابني، لازمك شيء؟ ولو يا عم عبود، ما عرفني؟ لا والله، بلا صغرى ما عرفتك. مين بتكون جنابك؟ أنا مفيد. تشرفنا، بس مفيد مين؟ لك هذا مفيد الوحش اللي قطع دنب جحشة. لك إذا كل العالم نسيته أنت ما لازم تنسى. مفيد ابن إبراهيم المغضوب؟ هو بعينه وبدانه. إيه تعهد لك بوسي من هالخطاطة؟ كيفك يا ابني؟ الحمد لله. سبحان مغير الأحوال، يخزي العين حولك. صدقني صدقني بحطني بزمتي ما عرفتك، كأنك ابني يعني. كيف أمي وأخواتي كيفون؟ بعدهم على حطة إيدك. وحمارك كيفه؟ بعته وارتحت منه. إيه؟ لك ليش بعته؟ لانه الناس كلها صاروا ينادوا لي عبود القطاش، فداخلي منه وبعته، ويا ريتني ما بعته. ليه؟ لانه راح مثل اللي ببلاش، ويا ريتنا استفدنا بشي. بعدهم الناس بينادوا لي عبود القطاش. الحمد لله على طلوعك بالسلامه يا ابني. سمعت انك كنت بالحبس؟ لا الحكي مو صحيح، هذا كلام عدوين كان مسافر ببلاد برا. مسافر؟ وين؟ كان بلندن عاصمه الارجنتين. وشو اشتغلت بهديك البلاد يا ابني؟ فتح ورشة كباب. ورشة كباب؟ ايه. شو يعني؟ يعني فتح مطعم كبير للكباب، وهنيك الناس بتحب بطنه كثير، فقال له عاله يرجع ياخذ معه عمال من هون. شو رايك تروح معه على لندن؟ يا حسرتي راحت علينا.
ما عاد بقي بالعمر شي يستاهل. قل لي الدغري، لساته الوالد المحترم ما بيطيق سيرتي؟ ماشي، إذا شفته قل له للوالد المحترم إنه ابنك مفيد صار إنسان مثل ما بتتمنى وبتريد. مسيك عمي، خود هدول أعطيهم لأمي، بس لا تخلي الوالد المحترم يشوفهم، لأنه إذا شافهم أكيد رح يضربها وياخدون، وإلا ابنك مفيد بيسلم عليكي بيبوس إيديكي، بيطلب منك تدعي له وتسامحيه. يلا خاطرك عمي. الله والنبي معك. لك انا شايف وقت عدنا بجحش اثرت عليكم اثنيناتكم، انت صار اسمك مفيد الوحش وانت صار اسمك عبود القطش. لا طش. شريف الله معكم. الله يرحم ديك الحبش، طلعت له غدي من كتر ما انتفش. اهلين بالجدعان. شكرا بالمهلي. شو بتأمرونا؟ مثل العادة. تكرم على راسي. شو نسيت حالك يا مفيد الوحش؟ ما فهمت عليك، شو قصدك؟ قصدي منين اجاك الأدب لحتى تساير الجرسون؟ ليش شبو الأدب؟ بعدين شبو الجرسون؟ جرسون إنسان مثلي ومثلك. إنسان ما اختلفنا، بس لا هو مثلي ولا هو مثلك. ليك يا مفيد، الحياة مثل البحر والناس مثل السمك، الكل بياكل وبيتاكل إلا القرش الوحيد اللي بياكل ما بياكله حدا، والمؤدب بينطمع فيه، فخليك قرش حتى ما حدا يطمع فيك. بصراحة أنا الحكم ما بتناسبني، بدي ضل بني آدم، ما بدي صير مثل سمك القرش، بس عند اللزوم 100 قرش ما بيوقفوا قدامي. شباك أنا هاي شغلة الأرجيلة ما حبيتها. ولو الأرجيلة من مستلزمات الأبهة، إذا ما بدك تبلع دخان نفخ تنفيخ بس مشان غيظ الأعادي. نفخ نفخ. خير حجي؟ شباك من امبارح وانت معكر. ليه بده يجي الخير طالما ناويين ما تتركوا لي صاحب بهالبلد؟ ليه شو في؟ ما بتعرف شو في؟ المدينة كلها ضجت منكم من مشاكلكم. صحيح انتوا قبضايات وعم تحموا الفرن والساحة، بس زادت عن حدها وكل شيء له حد. شو هالحكي يا آدم عليم؟ أنا عم نبهكم، ما بدي كثرة مشاكل، وإلا تأمر أمر يا أحلى حجي ببانياس. خلاص ما هلا ورايح، ما بقى نعمل مشاكل، مشكلتين ثلاثة بس. أعوذ بالله منكم وأخبزكم، مع هيك شلحت هالولد الأزعر بالنهر تسوى مال قارون، صار مسخرة. البلد كلها مطبولة بهالقصة. هاي وحش. أهلا وسهلا بالشباب. أشرقت الأنوار يا شباب، شو بتأمرونا؟ مثل العادة، فهمها وخلصنا. بالليل شاي وأرجيلة وبنهار قهوة، فهمت ولا بتحب عدلك ياها؟ على راسي تكرم. لك شبك عبدوش، كل ما جينا بدك تعمل له هزة. أخي تركنا لك الأدب، تركنا الحيوانة. والله لا بقتلك. عالمو عالمو.